يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هعمل معاكم خلية النحل بعجينة ممتازة خفيفة وهشة زي القطن، طعمها لذيذ جدا وسهل أوي في التحضير. طريقة النهاردة هتحتاجيها طول فترة المدارس، يلا بينا نشوفها مع بعض. وفي الأول كده بسم الله، في طبق غويط هنحط نص كوباية مية ومعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية ونقلبهم مع بعض. لو انتي متأكدة من الخميرة كملي باقي الخطوات على طول، ولو قلقانة منها سيبيها لحد ما تتفاعل. بعد كده هننزل ببيضة وكوباية لبن او كوباية رايب او كوباية لبن قاطع، المهم هنحتاج مقدار كوباية. وبعد كده هنحط معلقتين كبار لبن بودرة، وده اختياري، ونص معلقة صغيرة ملح. انا استخدمت لبن بودرة، ده بيدي طعم حلو قوي لخلية النحل. قلبت كله مع بعض. بعد كده معايا نص كيلو دقيق، انا هنزل بكمية الدقيق كلها. نص كيلو دقيق بيعاير 4 كوبايات اللي هو منج الشاي الازاز. هنزل بكمية الدقيق وهبتدي بالمعلقة اقلب الدقيق مع المواد السايلة كويس قوي لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده هبتدي بايدي الم العجينة. العجينة عندي طرية مقدارها مظبوط جدا، محتاجتش ان انا احط اي اضافات تاني من السوائل، مش فاضل غير المادة الدهنية، وهحطها بعد ما هلم العجينة. خدمت العجينه كويس اوي لحد ما بقت ناعمه بالشكل ده. بعد كده هنزل بمقدار من الزبده، ممكن نستخدم معلقتين كبار او 3 معالق كبار من الزبده السايحه. هبتدي هنا برضو الم العجينه تاني لحد ما الزبده تختفي. كده بنكتفي، مش محتاجين ان احنا نعجن فتره كبيره. ولو انت مش متاح عندك زبده تقدري تستخدمي 2 معلقة كبار سمنه او ممكن تستخدمي زيت. بعد ما الزبدة او المادة الدهنية تختفي خالص كده العجينة بقت تمام، هغطيها واسيبها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. بعد كده هنبتدي نهبطها ونقسم العجينة. هنا انا هقسمها على الميزان علشان كل قطعة في الصينية تبقى قد اختها، فهعمل قطعيات صغيرة بوزن 50 جرام. وممكن انت لو بتعرفي تعملي مقدار بالتقريب كده فهتعملي قطعيات صغيرة بالتقريب كده كور قد بعض. بعد ما بحطها على الميزان بجمعها في ايدي على شكل كورة، وبحاول ان انا انعمها علشان تبقى الكوره متساويه، لان ده هيخلي شكل الخليه حلو. لو انتي العجينه معاكي مفركشه فطبعا القطع في الصينيه مش هتبقى مظبوطه. لو العجينه حسيتي انها بتلزق معاكي شويه ممكن تدهني ايدك بدهنه زيت بسيطه او زبده. هخلص الكميه كلها وهرصها في الصينيه. الصينيه عندي مدهونه دهنه بسيطه قوي من الزبده، وبعد كده بغطي كور العجين وبسيبها لحد ما تخمر بالشكل ده. ضروري انها تخمر وتضاعف حجمها، هتلاحظوا كده ان الكور كلها بقت متلاصقه في بعض، احنا لما رصيناها في الصينيه كان في بينها مسافات كبيره، وما ينفعش من البدايه احنا نرصها في مكان ضيق علشان مش هتعرف تاخد حجمها يعني لما تخمر. بعد كده دهنت وش العجين بفرشه زبده ورشيت شويه من السمسم. ممكن ان احنا ندهن وش العجين بحليب، او ممكن بزبادي مع حليب، او ممكن شويه ميه صغيرين قوي ندوب فيهم عسل اسود وندهن وش العجين. كده خلاص مش فاضل غير ان انا اسويه. هدخله فرن سخن مظبوط على درجه حراره 200، واحط الصينيه على الرف في النص والنار من تحت بس. قعدت معايا 13 دقيقه وممكن تقعد من 13 ل 15 دقيقه على حسب الفرن عندك. المخبوزات عندي اللي مش مدهونه بيض اول ما بطلعها من الفرن وهي سخنه بديها بخه ميه، بعد كده بغطيها بفوطه وبسيبها لحد ما تهدى من الحراره بتاعتها. طبعا الفوطه بتحافظ على وش الفطاير انها تفضل طريه. هنا بعد ما بردت زي ما انتم شايفين كده العجينه خفيفه قوي وهشه، هي فعلا فعلا زي السفنج وطعمها لذيذ جدا. عجينه النهارده مميزه قوي قوي في الطعم وكمان في الشكل. بصوا قد ايه خفيفه وهشه. طريقه النهارده حلوه قوي تعمليها طول فتره المدارس. خليت النحل من الحاجات اللي تقدري تعمليها بحشو جاهز، يعني ممكن تحشيها جبنه، ممكن تعمليها ساده تحشيها بعد التسويه. جربوا طريقه النهارده وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، والسلام عليكم.